بس راح نبدي المحاضرة الفصل الثاني اللي هي البلبس. راح ناخذ البلبس. أول أورجان ناخذه بالبلبس هو الأوفري. إذا نشوف البيكتشر مال الاوفري، اذا تشوفون الاوفري وين قاعد، هذا الاوفري. الاوفري از دايموند ان شيب، الشيب مالته دايموند اللي هو مثل الليمونه. المجر اوف ذا بلفس اوف ذا اوفري، هذا هو الاوفري. اذا ناخذ المجرنج مالته، اللينث الطول مالته 3 سي ام، البريث العرض مالته 2 سي ام، الثيكنس مالته 1 سي ام. Location of the ovary, هذا when you got, you got بالovarian fossa. إذا مري البيشنت نيلي بارس، يعني ما صارت بريجننت، النورمال بوزيشن مالته بالovarian fossa اللي هي هاي الovarian fossa قاعد بيها. شنو الباوندريز اوف ذا ovarian fossa؟ هاي الباوندريز، هاي الفوسه الباوندريز مالتها اكو anterior وposterior. Behind البوستيريا يجي اليوريتر، ويجي الانترنال الياك فيزلز خلفها، بينما امامها يجي اكسترنال الياك فيزلز. فاذا تشوف البوستيريا تو ذا اوفري، عندي اهم شيء اليوريتر. هذا موضوع اليوريتر انتبهوا عليه، لانه هذا ريليشن مهم جدا، وهو اللي يسوي لي مشاكل اثناء العمليات مال السيزيريان، او اذا اريد اسوي تشوبلايجيشن، او اذا اريد اسوي مثلا اشيل فتشي يعني اليوترس سبكتومي. اهم شيء نحافظ احنا وين؟ على اليوريتر، لانه اذا انضرب اليوريتر معناته انه الكدني راحت. زين، هذا الاوفري هسه اذا انباع اتاتش سوبيريا المن، هذا كله شوف البرود ليجمنت. البرود ليجمنت هذا ليجمنت عريض، لذلك يسموه برود ليجمنت. برود يعني عريض، فهو اتاتش تو ذا سوبيريا سيرفيس اوف ذا برود ليجمنت، صح؟ هذا برود ليجمنت، هاي سوبيريا سيرفيس مالته، فهو اتاتش تو ذا سوبيريا سيرفيس اوف ذا برود ليجمنت. Close relation المن للفالوبيان تيوب، هذا الفالوبيان تيوب، هذا الفالوبيان تيوب اللي هي يسموها قناة البيض. معناته انه الاوفري هذا قريب على الفالوبيان تيوب، ولازم يكون قريب هنا. ليش؟ لان الاوفم اللي يطلع منها تلقفها منه الفمبريا مال الفالوبيان تيوب على مود تدخل بالتيوب ويصير الفيرتلايزيشن. هذا البرود ليجمنت هو قاعد وين؟ على السوبيريور سيرفيس اوف ذا برود ليجمنت. الجنرال سيرفيس اوف ذا اوفري، يعني هذا الاوفري، شنو الجنرال سيرفيس؟ ايش بيه؟ بي تو اند، هاي وحده وهاي وحده. هاي تو اند وحده يسموها تيوبال اند، تيوبال اند لانه قريبه على التيوبال ليجمنت، على التيوب، لذلك يسموها تيوبال اند. الانذر اند يسموها يوتراين اند، ليش؟ لان اتجاهها على اليوترس، يوتراين اند. بي تو سيرفيس وبي تو بوردر. زين، التيوبال اند نشوفها، هاي التيوبال اند دايركتد، يعني الاتجاه مالتها وين؟ هذا التيوبال اند دايركتد، تشوفها ابورد. وين اتجاهها؟ اتجاهها يكون على الفالوبيان تيوب. ينطيني تو اتشمنت، واحد يسموه ليا ذا اوفيريان فيمبريا. فيمبريا لازم تكون اتاش تو ذا اوفري اللي هي هاي الفيمبريا اللي نشوفها. والانذر يسموه سسبنسري ليجمنت اوف ذا اوفري. سسبنسري ليجمنت اوف ذا اوفري تقطع عندكم، مو انا مد النت ضعيف.
ستسبنسري ليجامنت هنا، هذا الليجامنت ويا لا ويا يسموه انفنديبلو بلفيك ليجامنت، يعني يربط لي الاوفري ويا البلفس، انا مدي ثبت لي اياه. فهاي الاند تعطيني تو اتشمنت، واحده ليجامنت يسموه يرتبط لي ويا الفاليوبيان تيوب، وليجامنت سسبنسري ليجامنت اللي هو يسموه الليجامنت المعلق، سسبنسري المعلق يعلق لي الاوفري ويا لاترال بوردر اوف ذا بلفس. الانذر اند اللي هي يوتراين، ترتبط هاي باللور اند دايركتد وين الدايركشن مالتها ذا يوترس، واتاتش تو ذا لاترال انجل اوف ذا يوترس هنا باي ليجامنت يسموه ليجامنت اوفريان ليجامنت. هذا الليجامنت يسموه الاوفريان ليجامنت اللي يرتب اللي يربط لي اند اوف ذا لاترال انجل اوف ذا يوترس. ليجامنت سسبنسري ليجامنت وينت الاوفري بالمك، لكن التثبيت مالته مو فيكس، يعني الاوفري اقدر احركه، انا من الريفركتوم اقدر اطلع شويه حركه اطلع خارج الاب بمسافه قليله اقدر اشتغل به اشيله او اسوي له مثلا بي اوفريان سيست اشيل السيست. بي تو سيرفيس، ميديال سيرفيس ولاترال سيرفيس. هذا اللاترال سيرفيس، هذا الميديال سيرفيس لانه الاتجاه مالته يمن على اليوترس، هذا اللاترال سيرفيس اللي هو الاتاج مالته يعني الدايركشن مالته او اتجاهه وين على اللاترال بوردر اوف ذا بلفيس، فيصير لاترال وهذا ميديال. الميديال سيرفيس دايركتد ميديالي اند كفرد باي تمبريتد اند اوف يوتراين تيوب، بينما اللاترال سيرفيس دايركتد لاترالي تور ذا لاترال وول اوف ذا بلفيس. فهذا السيرفيس الميديال واللاترال، الميديال اتاتش تو ذا فيمبريا اوف ذا فاليوبيان تيوب، بينما اللاترال دايركتد تو ذا بلفيك وول. هنا ريليتد تو ذا هذا السيرفيس اللاترال سيرفيس اوف ذا اوفري ريليت، يعني يكون ريليشن المان للاوبتريتر نيرف اند فيزلز ان ذا فلور اوف ذا فوسا. احنا مو قلنا هذا الاوفري، شوف هاي البيكتشر الثانيه، هذا الاوفري هنا اللاترال سيرفيس اللي ورا شاكو اكو عندي اوبتريتر فيزلز اند اوبتريتر نيرف، الاوبتريتر فيزلز اند النيرف وين موجودين؟ يم الفوسه الاوفريان فوسه، قريبه على الاوفريان فوسه اللي هو اللوكيشن اوف اوفري وين؟ بالنيلي بارس ومن. Then, B2 border, anterior border and the posterior border. يعني ال anterior border اللي هي الجهة الأمامية هاي، بينما ال posterior border هي الجهة الخلفية. Anterior border جهة الأمامية it is المن attach attached to the superior layer of the broad ligament. ما هذا broad ligament قلنا؟ العريض. فهو attached to the superior layer of the broad ligament by short fault of peritoneum called mesoovarian. فهذا من هنا تلقى الميزو سالبنكس، شوف ثاني الميزو سالبنكس اكو هنا الميزو اوفيريان، الميزو اوفيريان يربط الاوفري ويا سوبيريور بوردر اوف ذا برود ليجمنت، بينما البوستيريور بوردر هي فري بوردر دايركتد باكورد، يعني البوستيريور بوردر اوف اوفري ما بيها اتشمنت ما بيها اتشمنت فري، سموها فري بوردر. الاوفري كومبليتلي كفر باي هذا الاوفري، تشوف البيكتشر مالته هنا كومبليتلي كفر باي ذا بريتونيوم، يعني انا اذا اريد ادخل للاوفري على مود اشيله او اشيل الفسيست بالاوفري لازم افتح البريتونيوم يلا ادخل للاوفري. ف ات از فريلي او ات از كفر باي ذا بريتونيوم اكسبت area بس بسيطة هي not covered by the peritoneum، يسموها الاريا اللي attach the ovary ويا من ويا الميزو ovarian. هاي الاريا اللي هي attachment of the ovary بالميزو ovarian بس هاي الوحيدة اللي هي ما ترتبط ويا من او ما تتغطى بالبريتونيوم، بينما الاوفري كله covered by the peritoneum. زين
هسه اذا ارجع للبكتشر الثانيه، شنو الليجمنت اوف ذا اوفري؟ يعني هذا الاوفري شنو الليجمنت اللي تربط به اللي هسه حكيناها؟ اول ليجمنت يسموه سسبنسري ليجمنت. السسبنسري ليجمنت اللي هو هذا، شوف البكتشر هنا، اللي هو يسموه السسبنسري، يعني هذا من هاي يجي اللي هو الليجمنت المعلق، سسبنسري ليجمنت. شنو هذا الليجمنت؟ الليجمنت هذا هو عباره عن بريتونيال فولد. بريتونيال فولد يعني جزء من البريتونيوم يتثخن يصير ليجمنت. بريتونيال فولد شنو هذا شغله؟ شو ينقل؟ هذا ينقل لي الفيزلز والنيرف عند الليمفاتيك المن تو ذا برود ليجمنت. عن طريق هذا الليجمنت اللي هو سسبنسري ليجمنت، شكو نيرف، شكو ليمفاتيك تجي منها وتدخل وين؟ بالبرود ليجمنت. من هذا اكستند فروم ذا تيوبال اند، من بدا من التيوبال اند اوف ذا اوفري، ويروح للسايد وول اوف ذا بلفيس عن طريق الاكسترنال، قريب على الاكسترنال الياك فيزلز، فيجي منها يربط لي بالتيوبال اند اوف ذا اوفري ويصعد لاترالي للسايد وول اوف ذا بلفيس ويا الاكسترنال الياك فيزلز. هذا ليجمنت يسموه سسبنسري ليجمنت. انذر ليجمنت اللي هو الميزو اوفريان. الميزو اوفريان هذا ليجمنت هم بريتونيال فولد قريب و not covered by the peritoneum. انتبه، extend منين؟ من ال upper layer of the broad ligament to the anterior border of the ovary. منها يجي من ال upper border of the broad ligament المن لل ovary، لل anterior border of the ovary. هذا يسموه meso ovarian ligament. هذا شو نقول لي؟ transmit the ovarian vessels and the nerve to the ovary. هذا قبل يجيبه لل ovary. فهذا نشوف السسبنسري ليجمنت شو ينقل لي؟ ينقل لي النيرف والفيزلز للبرود ليجمنت، بينما الميزو اوفيريان ينقل لي النيرف والفيزلز قبل يجيبها المن للاوفري. يعني تشوف هنا البيكتشر. فالسسبنسري ليجمنت اللي يجي منها ينقل لي النيرف والفيزلز يعبر لي للبرود ليجمنت، بينما الميزو اوفيريان هذا ينقل لي النيرف والفيزلز المن للاوفري. الانذر ليجمنت هو يسموه اوفيريان ليجمنت. شوف هذا الاوفيريان ليجمنت، هذولاك اثنين ومش قلنا السسبنسري ليجمنت والميزو اوفيريان، قلنا هذول عباره عن بريتونيال فولد، بينما الأوفريان ليجمنت أو ليجمنت أوف أوفري هذا فايبرو ماسكولار. فايبرو ماسكولار يعني بي فايبر وبي مصل، شوية يكون أقوى. هذا extend from the uterine end of the ovary، جالي منها من uterine end of the ovary، إلما يرتبط باللاترال أنجل أوف ذا يوترس، باللاترال أنجل أوف ذا يوترس. واضح؟ بس إذا نشوف هاي البيكتشر، هنا اريدكم تشوفوا لي على هاي البيكتشر بس على مود بعدين من شوف هذا الاحمر. الاحمر هذا يسموه اليوتراين ارتري. شوف البيكتشر مالته هو تورتشواس، ومين يجيني من جوا هاي السيرفكس، وهنا اكو هذا الستراكشر، هذا اليوريتر. الريليشن بتوين ذا uterine artery وبتوين the ureter، شوف الريليشن هاي كلش مهمه. يصعد لي فوق اليوترine artery ينطيني blood supply to the uterus ويحول لي branch المن للاوفري. زين دكتور. نعم العفو، عيد هاي الريليشن. شوف هاي كلش مهمه، انتبهوا عليها. زميلكم ما وضحت له وحلو حجب. شوف هذا اليوتراين ارتري، هذا طبعا اليوتراين ارتري كلش مهم. ليش؟ لان هذا مين يجيني برانش؟ يجيني برانش من الانترنال الياك، والانترنال الياك يجيني برانش من الكمان الياك، والكمان الياك يجي من الايورتا. فتعرف الايورتا قد يجي بلاد. فهنا احنا من نسوي هيستركتومي، من نشيل الرحم
اذا ما عقد اليوتراين ارتري عقده زينه راح تفلت، اذا فلتت البيشنت احتمال انت طالع للبيت بالليل يجون يقولوا لك دكتور البيشنت شوك صار شوكت لان بليدنج هوايه واحتمال يموت. فاحنا لازم نربط اليوتراين ارتري ربطه قويه. شنو القريب عليه اللي نخاف منه؟ فالريليشن اوف يوريتر تو ذا تو ذا يوتراين ارتري هاي كلش مهمه. هسه نحكي لكم اياها. هنا المشاكل اللي تصير عندنا بالعمليات القيصريه ومن تصير مشاكل للطبيبات النسائيه خطيه بهاي المشكله هنا بهذا الموقع. فاليوتراين ارتري يجي من اللور بارت اوف ذا سيرفكس ويصعد بموازاه اليوريتر اليوترس وينطي بلس سبلاي تو ذا يوترس، شوف هاي المناطق الحمراء، وينطي برانش المن للاوفري ايضا. هسه نحكيها. واضح؟ زين. فالشيب مالته هو المون شيب، المجر قلناها 3 سي ام، البريث العرض مالته 2 سي ام، الثيكنس 1 سي ام، السايت مالته بالاوفيريان فوزا بالنيلي باراس وومن. انتبه اذا المريضه حبلت صار بريجننت وصار ديليفري رجعت للطبيعه ما يرجع الاوفري تو ذا اوفيريان فوزا، خلاص صار بازاحه بعد ما يرجع الى مكانه الطبيعي. فالاوفيريان فوس فيقعد الاوفري بالاوفيريان فوس ان نيلي باراس وومن من يصير بريجننسي طلع من مكانه بعد ما يرجع. فالباوندريز اوف ذا اوفيريان فوس قلنا الاكسترنال ليج فيزلز، هنا قلنا اليوريتر اند الانترنال ليج فيزلز، والليجامنتس اللي حكيناها الجنرال فيتشر اوف ذا اوفري بي تو سيرفيس تو اند اند تو بوردر تو اند، واحده مرتب قريبه على اليوتيوب يسموها تيوبال اند والثانيه قريبه على اليوترس يسموها يوتراين اند. الفالوبيان تيوب كلش مهم هو قناه البيض اللي بيها الفيمبريا والفيمبريا تقعد يم الاوفري على مود تلقوا في البيضه اذا نزلت. الليجمنت هاي اليوتراين اند تو سيرفيس قلنا ميديال سيرفيس ولاترال سيرفيس و تو بوردر قلنا الانتيريا بوردر والبوستيريا بوردر اللي هي فري بوردر. البريتونيوم كفرينج اول ذا اوفري اسمها الميزوريتم كلي تو ذا اوفري، وهذا الليجمنت. الليجمنت اوف ذا اوفري عندي سسبنسري ليجمنت وعندي الميزو اوفيريان ليجمنت، اثنينهم ذولا بريتونيال فولد. بينما الليجمنت الاخير اللي هو يوترا اوفيريان ليجمنت اللي هو فايبرو ماسكولار كورد هذا يمتد لي من اليوتراين اند اوف ذا اوفري ويتصل لي باللاترال انجل اوف ذا يوترس. هاي البيكتشر تشوفوها توضح لكم انه الاوفري وين قعدته، وشوف الفمبريا شلون لاطشه بيه على مود ما تضيع اي اوفا. زين اذا اجي على هاي البيكتشر اللي حكينا لكم اياها بالبدايه على البلس سبلاي اوف ذا اوفري، مين يجي البلس سبلاي اوف ذا اوفري؟ طبعا الاوفري هو كورسبوندنج ان من للتستس بالميل. هاي البيكتشر سنوضح لكم اياها احسن هنا. اوكي فهذا الاوفري مين يجي بلس سبلاي؟ يجي برانش يسموه اوفيريان ارتري، هذا وحده، او بالميل يسموه تستيكولار ارتري. بس هذا مين يجي برانش؟ يجيني من الايورتا من فوق at the level of يا level of L2، راح ينزل عن طريق البلفس ويروح يزود لي الاوفري وحده. ايش قد مهم الاوفري؟ وانذر برانش ايضا يجي مين؟ يجي من اليوتراين ارتري مثل ما قلت لكم هاي البكتشر. هذا اليوتراين ارتري اقول لك الماوس مبين مو من اشب بالماوس؟ نعم دكتور واضح. اوكي فشوف هذا اليوتراين ارتري ينطيني بلس سبلاي تو ذا فاجينا سيرفكس يوترس وينطي برانش باوع هنا اخذ لاترال يروح ينطي برانش للاوفري. فالبلس سبلاي اوف ذا اوفري تو برانش هو واحد يجي اوفريان ارتري هذا خاص جاي للاوفري وواحد من اليوتراين ارتري اللي اليوتراين ارتري يعطي برانش يوترس وبعدين يروح يزود لي الاوفري. زين لما اكو عن يوتراين عندي بلد سبلاي لازم عندي فينوس درينج. الفينوس درينج هو كورسبوندينج
يعني الفينز راح تيجي تصير صغيره شوي شوي صغيره الى ان تكبر وتسوي لي اوفيريان فين. الاوفيريان فين وين يصب؟ كورسبوند للارتري، يصعد لي فوق اليمنى الرايت سايد، يصب الانفيريا فينا كيفا. بينما اليسرى وين يصب؟ يصب بالليفت رينال فين. واضح؟ نفس الفكره التستس، يعني التستيكولار فين الليفت تستيكولار فين وين يصب؟ يصب بالليفت رينال فين. بينما الرايت تستيكولار فين يصب وين؟ بال انفيريا فينا كيفا. لذلك الفاريكوز فين، فاريكوز سيل اللي هي دوالي الخصيه، وين يصير اكثر شيء؟ يصير باليسرى، ما يصير باليمنى. ليش؟ لانه تستيكولار فين في فين صغير يصب بالرينال فين، فالرينال فين الدايمتر مالته صغير، اي برشام بالرينال فين راح يرجع البلاد للتستيكولار فين ويرجع للبامبينيفورم بلكسز شبكه الفينز الموجوده اراوند ذا تستس، فصار البيشنت عنده فاريكو سيل. هاي التستس. بينما الاوفري لا، يعني ما عندي فاريكوز اللي يصير بالاوفري، وحتى اذا صارت ما تاثر لذاك تاثير. مو مثل الميل، الميل اللي تاثر على السبير راح يطلع كله ديد سبير، لانه التستس راح تحاط بفينس بلكسز فينز مليانه بلاد والتمبرتشر مال البلاد عاليه، فيصير درجة حرارة التستس عالية فتأثر على عملها في تكوين السبيرمز. زين الليمفاتيك درينج، الليمفاتيك درينج اوف ذا اوفري وين يروح؟ يروح تو ذا بارا ايورتيك ليمف نود. فهمت وين؟ للبارا ايورتيك ليمف نود. هنا اذا واحد شاطر يفكر يقول زين شنو تأثيره اذا راح للبارا فوليكولار ليمف نود؟ معناته انه اذا صار تيومر اوفيريان تيومر، مريضه صار عندها سرطان بالاوفري، الاوفري وين اللوكيشن مالته؟ بنص الابدومن وصغير 3 2 1 دامج. فمن يصير تيومر مالجنسي التيومر يكبر والبيشنت محاسه الى ان تصعد السيلز للبارا ايورتيك ليمف نود، صعدت للابدومن وبدا يكبر يعني يصير حجم كبير، يلا يبدي يأثر لي على اليوريتر، يضغط لي على اليوريتر، يضغط يسوي لي هيفنس بين. ومن تلقفه للاوفيريان تيومر للمالجنسي تلقفه بمراحل متقدمه، يعني انت يعني من نقول يابا هاي عندها اوفيريان تيومر احتمال مالجنسي، لما اسوي عمليه اشوف صاعد للبارا ايورتيك ليمف نود، لانه يعني الليمفاتيك دراني سيطر على النيرف سمباثيتك وبارا سمباثيتك. سمباثيتك تي 10 تي 11 بينما البارا سمباثيتك هو اس 2 3 4. هاي النيرف سبلاي اللي هو احنا بالنسبه لنا يعني البيشنت النيرف سبلاي مو ذاك الافكت، هو بس على مود السنسري مالته لما يجي يصير بين. وهاي بليت شوف هاي اكو بيكتشر ارويكم اياها، ارويك الاوفيريان تيومر لما يكبر شلون يصير. شوف هذا اوفيريان تيومر، بقى الاوفري ايش قد احنا قلنا الدايمنشن مالته، وهاي بيكتشر احنا مسوي لها عمليه طلعنا هيك تيومر، فهذا بهاي الحجم واصل، يلا البيشنت بدات تتراجع وبدات تصير كومبليننج. زين لما تتوقع واصل بهذا الحجم؟ ما تتوقع انه هو عابر لل بارايورتيك ليمف نود، واذا عابر بارايورتيك ليمف نود انا حتى اذا اشيل لي تيومر عندي اكو ميتاستاسيس، فالبيشنت لازم تاخذ كيموثيرابي وراديوثيرابي. زين فهسه نجي مثلا نعطيكم بذا كويشن، بيشنت عمره 19 سنه جتك فيميل، جتك للطوارئ وانت قاعد بالطوارئ تشكي من ساين سيمتومز اوف اكيوت ابندسايتس، قاعده تشكي من الم بالزائده، شخصناها زائده، السونار اجى قال زائده، فتحنا على الزائده عن جرح صغير جريد ايرن انسجن، طلعنا الزائده طلعت نورمال ابندكس. شنو رايكم الجراح من تطلع نورمال ابندكس يرتاح لو يبقى قلقان؟ لو خلاص يقول نورمال ابندكس يسد الخيط والحمد لله ويسد الجرح ويطلع بخمس دقائق ومرتاح،
شايفه دكتور اكيد خلل ثاني عندي. Very good. خلل موجود يعني. معناتها انه هاي البيشنت بالمناسبه عندها اقول 19 سنه فيميل، انتبه فيميل، فمعناتها انه هاي البيشنت عندها انذر ديفكت، عندها خلل ثاني. فلا امد ايدي وين على منو اقرب شيء لي؟ امد ايدي على الاوفري اللي هم بهذا الوقت بهذا العمر دائما يشكون من اوفريان سيس ويصير بي رابتشر. ف what do you think the cause of acute abdomen؟ إذا normal appendix لازم أدور على differential diagnosis of appendix. يعني البيشنت شنو الأشياء differential diagnosis، معناته شنو الأشياء أو الآلام اللي تصير بالبيشنت تعطي نفس أعراض الزائدة. فإذا فيميل أول ما أجي على البلفيك احتمال عندي ovarian cyst, rupture ovarian cyst, torsion ملتوي، أو إذا بنية متزوجة ectopic pregnancy جاي البريجننسي وين صاير بالأوفري أو بالفالوبيان تيوب أو سالبنجايتس غيره وغيره وغيره. فأني وين أحبدي أمد إيدي على الأوفري راح أسحب أطلع، لذلك الليجمنتس اللي موجودة بالأوفري هي شوية مطاطية، أقدر أسحب الأوفري عليه وأشوف الأوفري والفالوبيان تيوبس. زين بس أريد أقول لك أنت ليش الساين والسيمبتومز مال هذا البيشنت اللي هو عنده رابتشر أوفيريان سيست، ليش الساين والسيمبتوم تشبه الساينز اوف ابندسايتس، ساين والسيمبتوم مال ابندسايتس؟ ليش؟ لانه النيرف سبلاي ماي هاي الاريا كلها تي تي 10 تي 11 تقريبا تشابه على السيم اريا سيم نيرف سبلاي. زين هنا ارويكم البيكتشر، شوف هاي البيكتشر اللي هي هاي الريليشن، باوع هذا اليوريتر هذا اليوتراي ارتري وهاي الدائره الصفراء اللي نخلي لكم اياها دائما دائما، انتبهوا انتبهوا على هاي الريليشن باوع. زين هسه اذا اجي على اليوتراين تيوب هالي تراي تيوب، رأيكم البيكتشر تيوب شوفها اليوتراي تيوب طول ماله تقريبا 10 سي ام من هنا 10 سي ام 4 انش. من يمتد؟ يمتد من اليوتراس السوبيريه انجل، هاي سوبيري انجل اوف ذا يوتراس، ويروح لوين؟ تو ذا اوفري. وين؟ على الانتيريا مارجن، على السوبيريا مارجن مال البرودي، السوبيريا مارجن مال البرودي ليجمنت، وهذا البرودي ليجمنت قلنا كله العريض، فهو فوقه يجي هنا من السوبيريا لاترال انجل اوف ذا يوتراس ويروح يتصل وين؟ بالتيوبال اند اوف ذا اوفري. واضح؟ هنا طبعا شوف الفيمبريا اللي موجوده، وين الماوس هذا؟ هاي الفيمبريا هنا لما يجي بالسوبيريا مارجن اوف ذا برود ليجمنت، وهنا اليوتراس هنا شكو فوق اليوتراس اكو كويل مال اليوم والجيجنم والسيجمويد، يعني هنا انا عندي هسه الابدومن هاي. فانت اذا واقف البيشنت هذا اليوتراس موجود هنا، ففوق اليوتراس هنا هذا اليوتراس، فوق اليوتراس شنو؟ الابدومن. فهنا شنو ينزل؟ انزل شيء بالباول عندي الاليوم الجيجنم السيجمويد، هاي كلها هنا تقعد قريبة عليهم. لذلك احنا من نشيل الهستركتومي، لما نسوي هستركتومي اول ديفكت عندي شنو اخاف من اليوريتر، الشيء الثاني اخاف الباول هنا قريبة، احتمال واني دا اقعد اضرب لي الجيوجينام او الاليام. واضح؟ زين What are the parts of the fallopian tube؟ يعني هذا قلنا هو fallopian tube 10 اللينث مالته. B4 parts. أول parts هذا الجزء اللي داخل اليوترس يسموه intramural part أو uterine part. هذا طبعاً هو the short part 1 cm ونارو. Narrowest part هو الانترالومن أو الانترايوتراي. اللينث مالته 1 cm.
وين موجود؟ موجود inside the uterus. يجي ورا هاي تجي ورا الاسمس يسموها الاسمس. اللينث مال الاسمس هاي 3 cm just lateral to the uterus. من هنا لهنا just lateral to the uterus او يسموها lateral third of the uterus. هاي هم نارو وراوند وكورد لايك شويه صلبه يعني مو سهله صلبه ما بيها مطاطيه. ورا تجي الامبوله هاي الامبوله هاي مهمه الامبوله لان هنا يصير الفيرتلايزيشن. ايش قد اللينث مالته 5 cm. من تبدي؟ تبدي من اللاترال بوردر اوف ذا يوترس اور الاسمس وتنتي وين؟ بالفيمبريا. هاي هنا تورتشوس وذا وايدست بارت اعرض شيء وتورتشوس وثين هنا وثين. شوف الثين ليش؟ لهنا تسوي لي المشكله لما تجي واحده بيشنت عندها اكتوبك بريجننسي صاير الفيرتلايزيشن هنا بالامبوله والاوفم بدل ما تروح لي تنزل لي لليوتراس وين بقت لاتشه هنا. طبعا هنا صار بريجننت راح تبدي تكبر الاوفم مو لما تكبر وهذا ثين يصير رابتشر. اذا صار رابتشر شو راح يصير؟ بليدنج. والبليدنج طبعا اذا صار راح يسوي لي فإذا صار بليدنج راح تجي البيشنت شوكت يعني سيفير بليدنج فيصير هاي بوتنشن عندها وتنتهي بلوك. زين الانذر بارت يسموها الانفانديبلم او الفيمبريا فيمبريتد اند هاي اللي هي مثل الاصابع لازمت لي الاوفري على مود نحاول وحده منهن ذني كبيره لونج راسا تتصل وين؟ بالاوفري. هاي يسموها الفيمبريا او الفنديبلم. هي فينجر لايك بروجكشن واحد منهم يكون لارج واتاش تو ذا اوفري يعني من يكون قريب الاوفري عليها تلطش لي اي اوفم تصعد. زين وات ار ذا بلاد سبلاي اوف ذا فالوبيان تيوب؟ هذا الفالوبيان تيوب شنو البلاد سبلاي مالته؟ اكيد عندي يوتراين لان اليوتراين ارتري يجي منها ويصعد لي فوق راح يزود لي هاي المنطقه. فالميديال 3/4 يعني 3 ارباع الميديال 3 ارباع هو باي ذا يوتراين ارتري بينما اللاترال ثيرد هاي الجهه هي من الاوفيريان ارتري. الاوفيريان ارتري يجي من فوق فيزود لي هاي المنطقه وهاي المنطقه تزود باي ذا يوتراين ارتري. اوكي زين شنو الليمفاتيك درينج اوف ذا فالوبيان تيوب؟ مو اكو عندي الليمفاتيك درينج لان هم احتمال يصير بي انفكشن يصير بي مالجنسي. يروح وين؟ يروح للبارا تو ذا لاترال ايورتيك اور بري ايورتيك ليمف نود بينما الليمفاتيك درينج اوف ذا اسمس هاي المنطقه الاسمس تروح وين؟ للسوبرفيشال انجوينال ليمف نود. شوف هنا اذا صار مالجنسي بالاسمس حلو المريض رأسا يكتشف نفسه. ليش؟ لأنه تطلع عنده غدد لمفاوية وين؟ بالمنطقة المغبنية superficial inguinal lymph node فيحس غدد لمفاوية يجي يراجع أو تيجي تراجع البيشنت تسوي الالتراسونار يطلع اكو فتشي. بينما إذا صار بغير مكان من القفل لأنه راح يطلع وين؟ يصعد للبري aortic lymph node. زين؟ زين هسه أريد أعطيكم فتشغلة. تخيلوا انه الفيميال جينيتال تراكت هذا يوترس هذا سيرفكس وهنا نزل الفجاينا. اذا بكتيريا صعدت من الفجاينا صعدت لليوترس تقدر تفوت بالفالوبيان تيوب صح؟ فاتت بالفالوبيان تيوب عن طريق الفيمبريا وين نزلت؟ هنا هذا بلفيك كافيتي نزلت للبلفيس. اوكي زين اذا نزلت البلبس اذا بكتيريا نزلت البلبس احتمال شو يسوي لي؟ احتمال يسوي لي بريتونايتس انفلاميشن. زين اذا صار انفلاميشن احتمال شو يسوي؟
السبب الرئيسي للعقم عند البنات هو يسوي لي ادهيجن للفالوبيان تيوب. ادهيجن ايش راح يسوي لي؟ راح يسوي لي ابستراكشن للفالوبيان تيوب. فتيجي بنيه متزوجه صار لها 5 سنوات تقول لك دكتور 5 سنوات صار لي متزوجه انا وما عندي اطفال. اول ما نسوي تحليل للزوج طبعا نشوف السبيرم كاونت مالته كل زينه والاكتف كل زينه فالديفكت بالفيميل. نسالها يا بنت انت مسويه عمليات قبل؟ لان اهم سبب لانسداد الفالوبيان تيوب هي العمليات السابقه. ادهيجن يصير تقول لك لا دكتور انا ما مسوي عمليات سابقه. زين دا يصير عندك التهابات كرونيك انفلاميشن بالمنطقه دائما يصير التهابات. تقول لك اي والله دكتور انا دائما تصير عندي التهابات ومنطقه ملتهبه فتتوقع انه صاير ادهيجن. تسوي هيستروسالبنجوجرام. هيسترو سالبنجوجرام هيسترو يعني يوترس سالبنجو يقصد الفالوبيان تيوب جرام يعني تلوين. ابدي الون اليوترس هذا اشوف الصبغه توصل لهنا وتنسد ما تجي تنزل بالبلبكابيتي معناتها اكو انسداد عندي فهنا هو السبب مال الانفيرتيليتي بالفيميل. فالانفكشن may spread from the genitalia يروح للبلبكابيتي ومن البلبكابيتي راح ينتهي وين؟ وين عايش؟ part of the fallopian tube اذا نحكيها اسمها صحجينا والامبولا عرفنا هي شنو؟ الانفنديبيلم هي الفيمبريال اند واحده منهم تكون لاطشه على الاوفري. Blood supply of the tubes and the medial 3/4 by uterine artery, lateral 4th من الأوفيرين artery, lymphatic drainage هو يروح لللاترال aortic والبري aortic lymph node, بينما lymph node of the isthmus وين يروح للسوبرفيشال inguinal lymph node. هنا الابلايد anatomy اللي نحكي عليه يقول لك infection may spread from a tube to the peritoneal cavity, patient IG peritonitis. Tubal obstruction by fibrosis is the major cause of infertility in female. The picture اللي نسويها الدايجنوست نسوي هيستروسالبنجوجرام for infertile female. لا تسألني بالامتحان شنو هيستروسالبنجوجرام هي عاتة مكتوبة. هو يجيبها بالامتحان ويرفع ايده يقول لي شنو هيستروسالبنجوجرام. هيسترو يعني بلفيك. سالبنجو يعني اوفيريوم. ovarian tube جرام يعني تلوين نستعملها بالانفيرتايل فيميل. واضح هذا البلد سبلا هذا الفالوبيان تيوب. زين السؤال الثاني انتبه على هاي. واحدة عمرها 39 سنة فيميل عندها 6 أطفال زوجها عنده ستوتة وما عنده ولا تعبان ويوميا زوجته حبلانة فجت تقول دكتور تعال أريد أعقد ما أريد ما أتحمل حبوب ولا أتحمل لولب أخلي أريد أعقد نسوي لها تيوب الليجيشن. برأيك تفكيرك where you think put a ligation. تيوب الليجيشن يعني شنو تيوب الليجيشن؟ أعقد الفالوبيان تيوب اما بخيط او هسه عندنا باللابروسكوب نعقده بكلبسات نمنع وصول البويضه الى اليوترس. بس انت برايك وين تريد تخلي الكليب او الليجيشن؟ تخلي بالانتراميورال بارت تخلي بالاسماس تخلي بالانفنديبولم فمبريا او تخلي بالامبولا؟ اوكي زين هاي شنو البكتشر تباعوها؟ هاي يوترس. شوف البكتشر انا مقسمها الى 3 ألوان عندك الفندس والبدي والسيرفكس. فاليوترس ب 3 بارت بي فندس بي بدي بي سيرفكس. يا هو الفندس هي الاريا اللي موجوده above the entrance of the fallopian tube. يعني هذا الفالوبيان تيوب مو يجي منها قلنا بهاي الزاويه سبيري لاترال انجل هاي المنطقة اسمها كورني كورنا منها وفوق هذا الفندس البدي منها وجوه اكو هناك كونستريكشن
يعني اختص يعني تضيق من هنا يبدي السيرفكس ينزل لي جوا. السيرفكس هنا ينقسم تو بارت يعني هو كله 1 انش نص يعني سنتيم يسموه انترا فاجينال والسنتيم الاخر هو سوبرا فاجينال فوق الفاجينال. هناش عندي هذا السنتيم اللي ينزل مال السيرفكس بالفاجينا هنا عندي اوس يعني فتحه يسموها اكسترنال اوس. اكسترنال اوس اللي انت باي بي في لما بيشنت تجيك تتالم من ولاده تفحصها بي في تشوف الاوس ايش قد صاير بيه توسع هذا اكسترنال اوس. تدخل بالاكسترنال اوس السيرفكس جوا هنا شنو عندي الانترنال اوس وهنا عندي ال يعني الكافيتي اوف ذا يوترس. واضح؟ المشكله هنا الانترا فاجينال بارت اوف ذا سيرفكس الاكسترنال اوس هنا عندنا اللي يصير السي اي سيرفكس سامعين سرطان الرحم هو اصلا يبدي وين اكثر شيء بالسيرفكس هنا بالاكسترنال اوس هنا هاي منطقه خوف من يصير سي اي طبعا وهذا الانسيدنس مالته كلش عالي يعني يساوي تقريبا الانسيدنس اوف ذا سي اي بريست سي اي سيرفكس. لذلك البيشنت لما تجيك تقول لك انا اذا اشكي من بليدنج والمنطقه دائما ملتهبه وبليدنج وملتهبه بليدنج شو يسوون طبيبه النسائيه؟ يسوي لها مسحه اذا سامعين مسحه. المسحه هو شنو؟ ياخذون عينه قشطه بسيطه من الخلايا السيرفكس ويدزها زرع يا بشوف انه اكو خلايا سرطانيه لو لا. زين المشكله الاكبر انه اذا انا عندي بيشنت عندها لا سمح الله مرض خبيث لازم اشيل كل اليوترس يسموه توتال هيستيركتومي توتال يعني كل اليوترس هنا من انزل لي جوا يصير قريب علي كلش اليوريتر فلازم انتبه. اكو عمليه ثانيه تجيك مريضه ما عندها سي اي بس عندها بليدنج مرأة كبيرة والرحم مالتها تعبانة مخلفة 10 خطية فدي يصير بليدنج هنا شو اسوي؟ اسوي سب توتال سب توتال يعني رفع رحم جزئي اشيل الجزء العلوي من الرحم اوصل للسيرفكس واشيل الباقي يعني لهنا هذا الماوس هذا الماوس لهنا اوصل واشيل هذا البارت كله على مود ما يصير عندها بليدنج بالمنس برولونج مانس او patient thyroid this uterine function hormonal imbalance تجيني خطيه دائما بليدنج فعندي توتال هيستيركتومي وعندي سب توتال هيستيركتومي اشيل الجزء العلوي. فهسه نجي نحكي على اليوترس. اليوترس هو شنو الشيب مالته اذا تشوفه؟ مثل عرموطه بير شيب ثيك وول شوف الور مالته الثيكنس بعد ثيكنس مال السيرفكس وبعد ثيكنس مال البادي وبعد ثيكنس مال الفندس هذا ثيك وول بعد ثيكنس مال سيرفكس هذا الثيكنس مال سيرفكس اللي هو تشوفه ايش قد ثيك هنا نشوف معاناه المراه ديورنج ديليفري لما تقوم تعيط وتصيح ديورنج ديليفري وخاصه اذا كانت برايميه يعني اول طفل لانه توسيع عنق الرحم هذا اوتوماتيكلي باي كومبريشن مال اليوترس من قوم يضغط هذا التوسيع يسوي لي سيفير بين. لذلك رب العالمين من يقول الجنه تحت اقدام الامهات لانه الام كل ولاده تشوف الموت بسبب الالم الام طلوقه من سامع يقول لك عندي الام طلوقه يعني ماكو اقوى من الامه تجي وراها الرينال كوليك. زين السايز اوف ذا يوترس ايش قد السايز 3 انش اللينث مالته كلها اذا ابي هذا الطول مالته 3 انش العرض مالته 2 الثيكنس 1 انش الستراكشر يتكون من 3 بارت والفندس بادي اند السيرفكس. الفندس قلنا اللوكيشن اباف ذا كورنيال بادي منا الى كونستركشن يجي من الكونستركشن لي جوا يبدي لي السيرفكس. تشوفون هاي اليوترس بادي هنا البيكتشر شوف هنا البيكتشر تكون اكثر وضوح هذا عندي الفاجينا هذا اليوترس هذا من داعش اليوترس انا بالنيلي باراس البيشنت بعدي ما صار بريجننت هنا الفندس اللي فوق جاي هناك هذا هاي الفندس ب
بدي عند السيرفكس، هذا من الكونستركشن يجي للسيرفكس. السيرفكس هذا كله عندي نص ترا فاجينال والنص الاخر سوبرا فاجينال. زين الكافيتي اوف ذا يوتراس، هذا كافيتي هو شنو؟ سليت لايك. سليت لايك يعني سجيتال، بالسجيتال سكشن لما اخذ مقطع طولي راح يصير عندي سليت لايك. تراينجولار، هذا مو تراينجولار، هذا الكافيتي تراينجولار ان شيب. ان كورنر سكشن، من ناخذ كورنر الابكس مال التراينجولار لاينج ان ذا انترنال اوس، يعني هذا الابكس مال المثلث مال الكافيتي مالته. وين يجي؟ بالانترنال اوس، لانه عندي قلنا تو اوس انترنال واكسترنال اوس. والبيز مالته صاعد وين؟ موازاة الفندس اوف ذا يوترس. زين above uterine cavity هنا ايش يرتبط لي؟ الكافيتي السيربكس above يرتبط ويا الكافيتي اوف ذا يوترس عن طريق الانترنال اوس، وبلو يرتبط ويا الفاجينا عن طريق الاكسترنال اوس. زين النورمال بوزيشن اوف ذا يوترس، هذا اليوترس النورمال بوزيشن، لانه احد اسباب الانفيرتيليتي هو مال بوزيشن اوف ذا يوترس، يعني هي المريضه خلقه من رب العالمين اليوترس مالتها قاعده غير طبيعيه. زين فالنورمال بوزيشن هو مال اليوترس يكون انتي فليكس وانتي فيرتد. شنو انتي فيرتد؟ انتي فيرتد انتي فيرتد اور انتي فليكس. الانتي فيرتد معناته اللونج يسوي لي اللونج اكسس اوف ذا يوترس يسوي لي رايت انجل ويا الفاجينا، يعني هذا الفاجينا اللونج اكسس اوف ذا يوترس يسوي لي لاترال انجل شويه مايل على اليمين، هذا انتي فليكس. هذا الانتي فيرتد. بينما الانتي فليكس شنو معناته؟ معناته اللونج اكسس اوف ذا بادي، اللونج اكسس اوف ذا بادي اند الانجل يسوي لي بحدود 170 درجه. اللونج اكسس ويا long axis of the uterus ويا long axis of the vagina ينطيني 170 درجة، هذا anti-flex. فالnormal position of the uterus هو anti-flex و anti-verted. مرات يجي يقول لك retroverted، هذا يعني راجع لي وراء، فمعناته انه السبير ما تدخل اليوترس على مود تسوي لي تروح للفاليوفين تيوب وتسوي الفيرتلايزيشن. زين What are the relation of the uterus؟ يعني هذا عندك البكتشر، هاي الفندس. الفندس وين قاعدة؟ مو قلنا قاعدة على الابدومين، هاي الابدومين. فشو قاعد يمها الفندس؟ هي covered by the peritoneum ويقعد فوقها coil of the ilium. ومرات يجي الجيجنا. البدي، هذا البدي، البدي قاعد نزل طوليا. فهذا بي تو سيرفيس. الجهة الأمامية يسموها visceral surface، يعني مرتبطه وين؟ ويا المثانه. البوستيريور بوردر يسموها يسموها انتستاينال، لانه مرتبطه ويا من؟ ويا ويا الركتم. زين هنا انتيريه تجي تجي البلادر. البريتونيوم شلون الريليشن مالته هنا؟ البريتونيوم راح يجي يغطي لي البدي ويوصل للبلادر ويصعد لي فوق. فايش سوالي؟ سوالي باوتش، حفره يسموها يوتروفيزيكال باوتش. هاي النقره اللي هي بين اليوترس وبين البلادر، يعني البلادر اللي قدام. فتجي البريتونيوم يغطي لي الانتيريا بوردر وتصعد لي فوق. فايش صارت؟ صارت حفره يسموها يوتروفيزيكال باوتش. هذني زين من ورا هم يجي اليوريتر البريتونيوم يجي يغطي لي الجهه الخلفيه مال اليوترس وينزل لي جوا الى ان يوصل للركتم الابر ثيرد اوف ذا ركتم ويصعد لي فوق. صعد سوالي حفره ثانيه، هاي شو يسموها؟ يوترو او ركتو يوتراين باوتش. هنا يوترو فيزيكال باوتش هي حفره. الخلفيه اللي يسموها ركتو يوتراين باوتش يسموها باوتش اوف دبلوس. هذا العالم اللي اكتشفه يسموه دبلوس. فاني لما اقول لك شنو باوتش اوف ذا جلوس، راسا تجي تفكر تقول لي هاي الباوتش اللي موجوده بين ذا يوترس اند ذا ركتم. هنا هاي هي موست ديبندنت بارت، انزل منطقه موجوده بالابدومين هاي. لذلك شكو تجمع فلويد بلاد يتجمع وين؟ يقعد بالباوتش اوف ذا جلوس.
فاحنا اول مره راح نسوي اكزامينشن باوتش اوف نشوف اكو تجمع سوائل، يعني واحده مسويه عمليه قيصريه وصار ليك، فوين يتجمع بالباوتش اوف دبلوس، واذا مثلا قليل تجمع دم اجت بكتيريا صار باس، فالبيشنت شوفه دائما مسخنه وتقول لك صار لي شهر مسوي عمليه بس سخونه تصعد وتنزل وعرقانه وما اشتي اكل، ساينز مال ابسس كولكشن. زين هذا السيرفكس قلنا هو cylindrical in shape and lower half pierces the vagina called vaginal part while the upper part called supravaginal part. The cavity of the uterus مثل ما حكينا لكم، هذا the cavity of the uterus يكون cervical canal. Cavity of the cervix هذا cervical canal يرتبط لي above by the uterus عن طريق the internal os، below عن طريق the os يسموه external os. انتبه the external os إذا patient not pregnant يعني بعد ما جايبه تكون round in shape، بس من يصير delivery وولدت رأسا تتحول إلى slit shape وهم تبقى slit shape ما ترجع round. Normal position of the uterus قلنا anti-verted و anti-flex. Anti-verted معناته الأنجل مالته تكون ويا right angle يسوي لي ويا long axis of the vagina، بينما anti-flex يسوي لي angle بحدود 170. هاي البكتشر. In our relation of the uterus, again, the fundus covered by peritoneum related to the coil of the ileum. The body B2 surface, the visceral surface, which is related to the bladder. We have a pouch, which is called trovesical pouch. The posterior surface is called the intestinal cervix, which is convex. It has a relation with the rectum. We have a pouch, which is called the Duclos pouch. Lateral margin give attachment to the broad ligament. هنا عندي uterine artery ascend along this margin and lateral border of the uterus. The uterine tube enter the uterus at this margin. Uterine tube. The upper border مال lateral border give attachment to the ovarian ligament على upper border of the uterus. ينطيني المن attachment to the ovarian ligament مثل ما حكينا لكم والround ligament of the uterus. بينما cervix of the uterus هو cylindrical in shape have two parts vaginal and supravaginal part اللي حكينا لكم اياها. زين هسه فكروا لي بهاي الكيس. خمسة وعشرين years old female presented with severe right renal colic. Severe يعني جدك تشكي من ألم قوي بالكلى الجهة اليمنى وياها gastric pain ألم بالبطن وvomiting repeated vomiting. One week after difficult cesarean section. Difficult يعني عملية صعبة. سوينا لها ultrasound لقينا البيشن صاير عندها hydronephrosis يعني تضخم توسع بالكلى. What do you think the cause of hydronephrosis? How you confirm the diagnosis and why this happened anatomically? هاي الكيس على المحاضرة الجاية نتناقش بيها. نوصل إلى relation of the supravaginal part of the cervix المحاضرة الجاية. أك سؤال؟ دكتور. نعم. إذا الجراح فتح البطن حتى يشيل الابن الزاده الدوديه وفتح البطن ولقاها ما بيها شيء. يشيل الزاده الدوديه للخليه. لا تشيلها طبعا. ليش تشيلها؟ هو سؤال حلو ولو خارج موضوعكم بس زياده معلومات. ليش اشيلها؟ هي نورمال. مو انت فاتح جرح مال جريد ايرن يعني جرح مال زائده. فباكر عقبه اذا مشيتها وصار البيشنت ابندسايتس يجي جراح جديد يباوع يلقى جرح مال زائده فيتوقع انه الزائده مشيوله فينطيه علاج تروح حطي هاي الزائده مالته تكبر وتنفجر وتسوي له مشكله ويموت البيشنت لانه احنا مشينا الزائده. فانت من تفتح على زائده جريد ايرن حتى اذا نورمال لازم تشيل الابندس. اكو سؤال بعد؟ دكتور هي